السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحداكم ما تسمعوا هذا الكلام للأخير إلا تتغير معكم نظرتكم لمفهوم السعادة، بل ونظرتكم لكتير أمور بحياتكم كنتوا شايفين شيء، لحتلاقوا نظرتكم تغيرت بكتير أمور وخصوصي لكلمة السعادة. هذا الكلام من تجربتي الشخصية لمفهوم كلمة السعادة، ومثل ما عودتكم حبيت شارككم كل المعاني الحلوة اللي بتستفيدوا فيها مثل ما أنا استفدت أنتوا تستفيدوا. كتير ناس بيدوروا عن السعادة ومفهوم غلط بصراحة عن السعادة. كيف هالكلام؟ يعني من لما منكون أطفال، مين منا ما بيتذكر منه من لما كان طفل يسأل أمه ماما إمتى حأكبر، ماما إمتى حأكبر. من لما كنا أطفال كنا مفكرين أنه إذا كبرنا حتكون هاي السعادة. كبرنا لقينا أنه مو هون السعادة، حسينا جواتنا فراغ كبير. درسنا حسينا أنه إذا نجحنا حنكون حققنا السعادة، نجحنا لقينا فراغ، دخلنا الجامعة فكرنا أنه نحن إذا تخرجنا من الجامعة حنكون هون السعادة، تخرجنا من الجامعة، العمل، خلصنا الجامعة، العمل، بعدين سواء بنت أو شاب فكروا أنه السعادة إذا ارتبطت أو إذا ارتبط بمرحلة الخطوبة صار المحبة، وبعدين تزوجوا لقوا الحب راح، بقي المودة والرحمة. حتى رب العالمين قال بالقرآن ما قال وجعلنا بينهما سعادة ورحمة، قال مودة ورحمة. كتير 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 أمور كنا نفكر، يعني كل شوي منلاقي حالنا بكل مرحلة بحياتنا أنه في فراغ، ومنفكر حالنا أنه إذا حققنا شيء أنه هون حتكون السعادة، أول ما نحققه بتكون سعادة، هيك يعني سعادة مؤقتة، بعد شوي بيرجع الفراغ لجواتنا. فإذا السعادة مو بتحقيق الأهداف، مو بالنجاحات، مو بأي شيء، مو بالأموال. السعادة هي السلام جواتك، وأنك تكون أنت السعادة هي أنه تكون أنت متصالح مع نفسك، أول شيء متصالح مع ربك، مع نفسك، مع الناس، يكون في سلام داخلي جواتك، ما في حقد وما في غل. هي هي السعادة، وهذا اللي بيخلي الإنسان يعيش بطمأنينة ومرتاح البال وينام ويحط رأسه على المخدة وينام هو قرير العين. هي هي السعادة، إنه يكون إنسان عايش بسلام مع نفسه ومع الآخرين. نحن هلأ عم نعيش بمرحلة يعني تعتبر، يعني فيني أقول عنها إنه أسوأ العصور من 2010. شفتوا مثل ما نحن بنعرف البلاد العربية فاتت بخربطات ما بين تحت اسم ثورات، سواء الحق على هدول ولا على هدول، ولا مين غلطان ولا مين محق ولا مين، ما بنفوت بهيك مواضيع. إنما خربت البلاد بهالعشر سنين من 2010 ل 2020، وهلأ بدينا ب 2020 بالكورونا، والله أعلم يظهر العشر سنين القادمة كمان ما تكون فيها حروب بالسلاح، إنما تكون فيها حروب بيولوجية تحت اسم أمراض وما أمراض. نحن جيل إن وجدنا يعني عشنا عمرين، عمر ما قبل 2010 كانت الحياة كلها غير، وانقلبت يعني إذا في يعني انقلبت أكثر من 180 أو 360 درجة بعد 2010. هاي حياة وهي حياة، هذا سوى شرخ جواتنا، خلانا نعيش بغربة، ما عم نعرف نتأقلم بالوضع الجديد اللي نحنا نوجدنا فيه. هذا الشيء عم يخلينا، وإن أقلمنا حالنا ما في هذا السعادة اللي كنا فيها زمان. وسبحان الله السعادة الأيام اللي نحنا بنكون عايشين فيها ما بنكون حاسين بقيمتها، لما تروح منحس بقيمتها. أي شيء بالحياة لما أنت بيكون معك ما بتحس بقيمته، بس يروح منك بتحس بقيمته. أي ميت بيروح من حياتك أنت بتحس بقيمته أكتر لما يموت، لما يكون معك وعايش وبينك ومعك ما بتكون حاسس بقيمته. هذا الشيء زائد انه الناس، زائد انه نحن التكنولوجيا، وانه تحولنا لآلات وتعودنا انه نحط كل شيء بنعرفه من مشاعر وكل شيء، كل شيء بقلبها الآلة، سواء على خواطر نكتبها او باي شيء بالسوشيال ميديا، تحولنا لآلات من دون ما نحس. ما لقينا حالنا غير غربة، عم ندور في جفاء، في جفاء بين الناس، ما عاد في هذا الشيء اللي كان قبل 2010. الحياة بسيطة،
وصلنا نقول اسأل الله هذيك الأيام، اسأل الله، مع أنه إذا بنرجع بذاكرتنا بنكون منصفين هيك عن جد، وأيام اللي كنا عايشين فيها ما كنا نقول اسأل الله وقت كنا أطفال، دائما بنقول اسأل الله على الأيام اللي راحت مو على الأيام اللي نحن موجودين فيها. قلما الناس اللي بتحس فعلا بنعمة الشيء أو بقيمة الشيء بلحظة يعني وهي موجودة بقلب الحدث، قليل كتير هدول اللي بحسوا بالنعمة. من تجربتي لقيت إنه أكثر شيء بيخلينا نكون سعداء هو إنك تعطي وما تنتظر المقابل من أي حدا. العطاء العطاء العطاء، لذة ما بعد لذة، إنك تعطي وما تنتظر من حدا شيء. طالما انتظرت من حدا شيء إذا أنت ما كنت عم تعمل لوجه الله، تعطي وتبتغي وجه الله تعالى، ما تستنى من حدا أي أجر ولا كلمة شكر ولا تقدير ولا تستنى أي شيء. اعمل الشيء وامشي وامضي وازرع بذور بهالحياة. في شيء بالهدي النبوي هو تعقيبا على كلامي وتصديقا لكلامي، يعني الدليل هو من السنة الحديث اللي بنعرفه كلياتنا، انه اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. تخيلوا انه بتكون القيامة قايمة وخلاص، يعني ما عاد ينفع شيء وما عاد في وقت لتطلع هاي الفسيلة اصلا. يعني هذا بيعطينا معنى انه الانسان دائما يعطي ودائما يزرع بذور الخير بالحياة. هذا الحديث هيك بيعلمنا دائما انه انت اعطي ولا تستنى، واجرك على الله عز وجل. انظلمت، اي شيء صار بحياتك، طبعا ما في حدا مننا بهالدنيا كلها ما بيتعرض للظلم، ما بيتعرض للنكران، لنكران الجميل، للطعن بالظهر، للخذلان، للصدمات. كلياتنا تعرضنا لهذا الشيء بظروف تختلف، في ناس أقوى في ناس أقل تعرضت لهالشيء بشكل أكبر، في ناس أقل من هيك لا مو لهالدرجة تعرضت، لكن كل واحد فينا مر بحياته أكيد هيك شيء. أنت دائما أعطي ولا تستنى، لا تستنى أبدا أبدا من الآخر أنه يقدرك أو يشكرك أو يعني لا تستنى منه شيء. طالما انت زعلت لانه ما قدرك او ما شكرك او زعلت، اذا انت كنت عم تعمل لحظوظ نفسك مو لله تعالى. كل التجارات تبور الا تجارة مع الله لا تبور. دائما انت عم تعمل ابتغي وجه الله عز وجل، ولا تستنى من البشر اي شيء، ولا تفكر السعادة انه باي شيء بهالحياة، انك ممكن يعني والله انا يعني امور يعني لمستها بحياتي ومعاني لمستها بحياتي، انه كثير حصلت على اشياء ونجحت باشياء ونجحت كثير الحمد لله باشياء، لكن لقيت انه سبحان الله مو السعادة بانه نحن نحصل على الاشياء اللي نحن بنتمناها بهالحياة. الحياة دايما متغيرة، انت نفسك متغير. الشيء الثابت بالحياة انه دايما هي متغيرة، ما لا ثابتة، أنت نفسك بتتغير، أنت كبني آدم أساسي الموجود الأساسي من بهالحياة اللي مسخر كل الكون إلنا، نحن البني آدم البشر الإنسان، نحن نفسنا بنتغير، نحن نفسنا بيتغير تفكيرنا من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية لك، حتى شكلنا بيتغير، حتى مشاعرنا بتتغير، حتى تفكيرنا بيتغير، حتى أحلامنا بتنتهي صلاحيتها وبتتغير. أحلامك لما بتكون طفل غير لما بتكون شاب غير لما بتكبر. سبحان الله، هي هي الدنيا ما بتثبت على حال ولا بتركن على حال، دائما هي متغيرة. ونحن خصوصي بهذا الزمن المستحيل صار هو المتوقع والمتوقع صار مستحيل. ما عاد توقعنا، ما عاد عرفنا نتوقع شيء، يعني الشيء اللي بيكون وين بعيد انه يعني بعيد عن بالنا انه يصير، يعني مستحيل يصير بتلاقيه صار. نحن بوقت ما فيك تتوقع فيه عن حدا شيء ولا تحزن عن حدا شيء، وقت مليان كذب خداع نفاق رياء، يعني سبحان الله ما عاد لقينا هاي البراءة وهي الطيبة وهي النفوس الحلوة، ما عاد لقينا هذا الشيء. هذا الشيء حسسنا بغربة، حسسنا انه نحنا ما عاد بدنا نحتك بحدا، بدنا نضل لحالنا. ما لقيت أحلى من العطاء إنك تعطي، وهذا في صدقة. لما أنت بتعطي أنت عم تتصدق، سواء بعلم تعلمته أو بفكرة، أنت كله هذا صدقة. أي شيء بتعمله بالحياة هو صدقة، سواء بعلم تعلمته، سواء بشي ساعدته للناس. سبحان الله على سيرة العطاء، لما كنت طفلة كان عنا
كان عندنا وقتها درس بالعلوم العامة، ووقتها قالوا لنا انه كل واحد فينا يزرع ببيته بذرة، اي نوع من الفواكه، ولما تطلع يجيبها على المدرسة. انا وقتها كنا عم ناكل اكلة المشمش، هي بسوريا وبالشام تحديدا دمشق، يعني بيقولوا عنها الاكيدنيا، يلي هي بتكون بذرة، ما بعرف شو بيقولوها بغير البلاد، اللي هي بتكون بذرة مشمش، بتكون مش مشمش يعني نوع من انواع المشمش، وفي بذرة كتير، في بذور كتيرة يعني. فزرعت وقتها 3 بذور، بذرتين طلعوا وبذرة لا. اخذت وحدة على المدرسة وضلت وحدة بالبيت. طبعا يعني زرعتهم واستنيتهم ليطلعوا، سقيتهم وكل شيء واستنيتهم ليطلعوا. انا زرعتهم، كنت يعني كلي طاقه ايجابيه انه متمني يطلعوا وروح قدام رفقاتي وورجي معلمتي ومن هالحكي. فعلا طلعوا، اخذتها ورجيتها للانسه وفرحت كتير انه برافو، شجعتني وشجعت كل الطلاب يلي عملوا مثلي. هاي البذره يلي ضلت بالبيت ضلت فتره طويله، ما انطلع غير ورقتين، ضلت تقريبا سنه سنتين ثلاثه اربعه، ما في غير هالورقتين، ما عم تكبر ولا عم تصغر، هي هي. المهم لحتى اجى حدا بيعرف بهالامور قالنا انه لازم تقيموا اوراقها، هدول يعني كل ما بيطلع ورقتين بتقيموا اللي تحت، بيطلع بتقيموا اللي تحت حتى تكبر وتطلع وتشوف الشمس. وفعلا وسبحان الله كان مارق على زراعتها 7 سنين تقريبا، سبحان الله. بعدين قال الكريم مثل ما بيقولوا خدي، طلعت هالشجرة وحملت ثمار، يعني سبحان الله انه ظلت بذرة وراكدة فترة طويلة بمكانها ثابتة، لا عم تتحرك ولا شيء، لكن لما آتت ثمارها طلعت الفرق مثل ما بيقولوا. ما شاء الله الثمار أكتر من الورق، كنت كتير سعيدة فيها هاي الشجرة، ما شاء الله كانت يعني يأكلوا منها خالاتي وعماتي ورفقاتي ورفقات ماما ورفقات إخواتي، نوزع على الجيران كلهم يلي بنايتنا ولسه فيه. جد كانت يعني شجرة ما شاء الله. صارت الحرب وطلعنا، هي شجرة واحدة، هي شجرة واحدة، صارت الحرب وطلعنا مع اللي طلعوا وسافرنا، وأنا بظني أنه أكيد حتموت، أكيد بتكون خلص يعني، خصي منطقتنا أنه في بيوت انهدت وعمارات انهدمت مثل ما بيقولوا، بنايات وقعت وهيك، فقلت أكيد أكيد هي بتكون ماتت من الشيء اللي صار. بتفاجأ من تقريبا من فترة ما لها بعيدة، يعني هي أسابيع قليلة، بعتين فويس عم يقولوا انه نحن عم نستسمحكم، عم ناكل من الشجرة اللي موجودة، والله يجزيكم الخير على هالشجرة، وما شاء الله قديش كبرانة وحاملة والحارة كلها عم تاكل منها. تخيلوا من بذرة انتو كم، انا كم حدا اكل من هالشجرة وقديش، يعني طبعا الله يسامحهم ويهنيهم 10 بـ10 طبعا، سبحان الله. يعني انه شوفوا انت بتعملوا شيء لا تلقوا له بالا، يعني انت زرعت بذرة وما لك عرفان انه حتكبر هالبذرة، سبحان الله، والطعمي خلق الله، وخصوصي هلأ الناس هنيك على قدهم وما في. فسبحان الله قريبنا عم يحكي لنا انه الشجرة ما شاء الله قديش اكل ناس منا ولسه فيها. مثل ما قلت لكم زرعوا بذور الخير بهالحياة وامشوا، اعملوا الصدقة وامشوا، اعملوا الخير وامشوا، حاولوا ما حدا يدرى باي خير انتم بتعملوه، دائما عيشوا الجندي المجهول، عيشوا وراء الكواليس بامور الخير، ما تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ما تمنوا على حدا ولا تؤذوا حدا انه انتم ساعدتوه بشيء او اعطيتوه شيء. حتى انت وقت بتعمل الخير، نصيحة، وقت بتعمل الخير مع أي حدا بينك وبين نفسك انساه، والله عن تجربة هالحكي، ما عم بحكي حكي إلا عن تجربة، أي كلمة قلت بهذا الفويس بهذا التسجيل هو عن تجربة، أي شيء قلته هو أنا هذا مؤمنة فيه وأنا عشته ولي مواقف فيه. لما أنت بتكون إنسان ما بتأذي ولا حدا، الله بيحط بطريقك ناس ما تأذيك. السلام هو السعادة الوحيدة اللي أنا لقيتها بهالحياة، إنه يكون في سلام داخلي والواحد متصالح مع نفسه، وإنه يعمل اللي عليه بهالحياة دائما وما يستنى من حدا أي شيء، ولا يستنى كلمة شكر ولا تقدير
ولا يعاتب حدا، حتى لا تعاتبوا الناس، ما بتعرفوا كل واحد شو هو ظروفه. إذا حدا قصر بحقوقك أو قصر معك بشي، لا تجي وتعاتبه. صديقك قصر معك، ما سأل عنك من فترة، لا تعاتبه، لا تجرده، لا تكون أنت كمان. الله أعلم شو حواليه ظروف، نازلة جلد فيه جلد فيه، حتى ما عم يقدر يقول أخ، أو ما عم يقول مرحبا، أو ما عم يقول سلام عليكم، أو ما عم يطمن عليك. فلا تكون أنت كمان بالإضافة لكل شيء عم يجلده من الظروف، أنت كمان تجلده. طبعا عم أقول على هدول الناس اللي عندهم ظروف، يعني ما عم أقول الناس المصلحجية اللي فعلا هدول موجودين بحياتنا لهم مصلحة معك، بيحاكوك ما لهم مصلحة معك، ما بيقولوا لك مرحبا. لا، ما عم نحكي على هدول. إحنا عم نحكي عن الناس اللي لهم، اللي هن يعني مثلا غابوا بسبب ظروف. يعني لا تعتبوا على حدا ولا تزعلوا من حدا، وقدروا ظروف الناس، وقدروا وأحسنوا الظن بكل شيء بهالحياة، أحسنوا الظن بكل موقف بصير بهالحياة. طالما في ربي حاسب، لا تنصبوا أنفسكم أنتوا المحاسبين، ولا أنتوا اللي بدكم تقيموا فلان ولا علتان. حتى أنت تقدر، أو أنت تقدري تقيمي أي بني آدم بهالدنيا، إذا أنت لازم تعرفي كل شيء عنه من لما ولدت أمه لوقت ما صار قدامك هلأ هو بهالشخصية. وما في حدا بيعرف عن حدا شيء من وقت ما انولد من بطن أمه لحتى صار هلأ قدامك إلا الله. حتى أمه وأبوه لهالشخص ما بيعرفوا عنه أي دقيقة إلا الله عز وجل. تخيلوا، حتى الأم والأب مهنن اللي جابوا ابنهم ما بيعرفوا عنه كل دقيقة أو كل شيء بحياته كما الله يعلم عنه لهذا الشخص. حتى الإنسان نفسه، حتى أنت نفسك كإنسان، هل أنت متذكر كل حياتك 100%؟ لا، بتنسى. حتى أنت نفسك بتنسى حياتك، بتنسى أنه شو عملت مواقف من زمان، بتنسى شو صار معك. لو ما بيجي حدا بيذكرك، تذكرت هلأ، تذكرت بتقول هلأ لما أنت قلت هالموقف تذكرت. مين اللي بيعرف كل دقائقنا؟ الله عز وجل. فلشو نشغل بالنا؟ لشو نعيش بتعاسة؟ لشو نزعل؟ بنحزن، ما بقولكم لا، نحن بشر. ما حقول انا ما بزعل، ما حقول انا كأنا ما بزعل وقت بصير معي شيء. طبعا بنزعل وبشر نحن وهيك، بس انه ما تستمر الحاله، انه يعني تاخذ وقتها بس وخلص، نعرف نكمل حياتنا ونعطي واجباتنا وحقوقنا، ولا تعتبوا على حدا. سبحان الله، يعني كن مع الله ولا تبالي، عيش مع ربك وبس. طالما نحن بهالدنيا وجدنا فرادة، قد ما في حواليك من حدا، انت حواليك معك جوزك ولادك، انت معك مرتك ولادك، معك اهلك، معك اصحابك، مع رفقاتك، اخرتك بالاخير حتموت لوحدك وتنزل على القبر لوحدك وحتقابل ربك لوحدك. فدائما فكر بهذا اليوم، ودائما يكون الاساس بتفكيرك هذا اليوم. الحياة والله حلوة، بس نحن نفهمها، يعني بس نحن نعرف شو هي الحياة ونفهم الحياة من، ونعرف كيف نحلل الأمور، نفكر بكل حكمة صارت بهالحياة، بكل موقف صار معنا بالحياة، ليه صار وكيف صار، ويا ترى شو الحكمة منه. دائما نتدبر، دائما نتدبر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. دائما نتدبر بكل شيء ربنا خلقه، بكل موقف صار معنا، يا ترى ليش هيك صار معي، مشان شو صار معي، يا ترى شو الحكمة من هالشي. لما انت بتكون متفاني انك تساعد الناس، الله بيبعت لك حتى الاشرار تجي تساعدك. تخيلوا، طالما انت مستشعر انه وليك الله، وانه كن مع الله ولا تبالي، فعلا كن مع الله ولا تبالي. طالما مستشعر انه ما حيضع لك شيء مع ربنا، ما حيروح شيء مع ربنا، فاطمئن. أنت مستودع نفسك وحياتك وأمورك ومشاكلك وهمومك عند رب العالمين، فإذا لن تضيع عندك الودائع يا الله. لا، الله الله عز وجل ما بضيع عنده الودائع. فاطمئن ونام مرتاح، قرير البال، مطمئن البال. طمأنينة حلوة كتير، طمأنينة انحرم منها ناس كتير. أنا هي لقيت السعادة إنه الإنسان يكون مطمئن البال، مرتاح البال، راضي باللي الله كتب له إياه، سواء خير ولا شر، راضي بحكم الله، راضي باختيار الله له، إنه الله اختار لنا مين أمنا، مين أبونا، شو حياتنا، الله اختار لك مين تتزوج، مين تتزوجي، الله اختار لك، عطى ناس أرزاق، حرم ناس من شيء، عطى ناس شيء، ناس الله عطاهم المال، حرمهم العقل، ناس الله عطاهم العقل، حرمهم الأولاد، ناس الله عطاهم الأولاد، حرمهم أشياء تانية، وهكذا. لا تتطلعوا دائما على الناس إنه فلان عنده شيء والتاني ما عنده. دائما
تأكدوا تماما أنه الله عطاك شيء ما عطى لهذا، والله عطى هذا شيء ما عطاك. هي الدنيا هيك أرزاء مقسمة، وربنا دائما يعني مقولة بتقول سبحان الله لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني الإنسان لو ربنا هيك يعني قدر مثلا أنه يورجيه الغيب ما بيختار إلا اللي الله كتب له إياه. تأكدوا أنه الله ما بيختار لنا إلا الخير، وإن كنا نحن شايفينه شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني كتير أمور بحياتنا نحن بنشوفها كلها خير هي بتكون شر، وبتمر السنين نقول هي يا ريتها ما صارت، هي قديش كنا قاتلين حالنا تحصل هالشغلة وحاربنا الدنيا على أنه تحصل، وبالأخير بعد كذا سنة بتشوف أنه كان منيح أنه ربنا منعها عنا. والعكس صحيح، كتير أمور نحن حاربنا أنه تصير وأم ربنا قدرها إلنا غصبا عنا، وبالأخير نقول هي الحمد لله اللي ربنا هيك يعني أنه قدرها إلنا. هيك كملت الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، تفكروا بهالآية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضلوا تقولوا يا الله لو عملت هيك كان صار هيك، ولو ساوينا هيك، خلاص قدر الله وما شاء فعل. المهم أنت تاخذ بالأسباب قد ما فيك وتطرق كل الأسباب، أنت المطلوب منك يعني فأتبع سببه. نعرف سورة الكهف كل شوي شو فأتبع سببه فأتبع سببه فأتبع، لازم نحن دائما يعني المطلوب منك كبشر أن نحن ناخذ بالأسباب قدر الإمكان. تسكرت الأبواب خلاص ما نندم على شيء بعدين شو ما بيصير، لأنه نحن خلاص أخذنا بكل الأسباب، وربنا ساعتها قدر هذا الأمر أو قدر هذا الأمر، فنرضى بقضاء الله عز وجل. وإن أصابنا حزن وإن أصابنا زعل وإن أصابنا فرح وإن أصابنا أي شيء، نرضى باللي الله قدره ونقول الحمد لله وما نندم على شيء الله ما كتب لنا إياه. ربنا أدرى منك من نفسك بنفسك، أعرف منك من أمك وأبوك وأخواتك وأصدقائك ورفقاتك، ربنا بيعرف عنك اللي أنت نسيته عن نفسك. فاطمئن ومشوا في مناكبها، وأنتوا هيك حاملين هذا الرضا بقضاء الله عز وجل، حاملين الرضا بجواتكم على كل شيء ربنا كتبه بهالعقلية وبهالنظرية اللي عم بشرح لكم إياها. معلش طولت عليكم، وبهالكلام اللي عم قلكم إياه لح تنقلب المحن اللي بحياتكم لمنح. لما تدوروا دائما من قلب الشر تلاقوا خير. كتير أمور منلاقيها بحياتنا من قلب الشر بنوجد الخير، بيكون الأمر بظاهر مبين إنه شر بعدين بيطلع خير. فبهالطريقة اللي عم قلكم إياها إنه تفكروا فيها لح تلاقوا من قلب الشر نوجد الخير، والمحن انقلبت لمنح. تمام. شيء تاني، ما ضاقت الدنيا فيني بيوم، أو تسكرت فيني الأمور يعني تسكرت علي بأمر من الأمور، أو مثلا تعرضت لمشكلة أحيانا بهالحياة، أو ظلما ظلمته، أو شيء أنا حسيت حالي بالأخير صار فوق طاقتي ومو قدراني أتحمله، إلا لزمت الاستغفار. والله سبحان الله، الاستغفار مع الاستشعار بالاعتذار إلى الله عز وجل عن كل ذنب اقترفته سواء بقصدي أو مو بقصدي، الاعتذار إلى الله عز وجل. يعني أمسك الاستغفار، يعني مو كمان الاستغفار بس هيك بلسان وبس بدون استشعار بالقلب، لا، لازم تكون أنت عم تستغفر كلك ندم وكلك اعتذار إلى الله، وتقعد هيك تستغفر بأدب، مو تستغفر وأنت لاهي عم تحكي مع فلان أو مع التان أو عم تتابع شيء بالتلفزيون وأنت ماسك يلا عم تمرك أرقام. لا، لازم القلب يخشع، لازم تكون حاسس بهالندم، حاسس بالخجل من ربك من كل الذنوب. ما حدا بالدنيا ما يقول أنا ما بذنب، لو اللمم اللي هي صغار الذنوب بنذنب، إلا ما نغتاب، إلا ما نحكي على حدا، إلا ما نغلط بحق حدا بدون ما نعرف. فلازم هذا الاستغفار هو دائما بيغسلك غسل كأنك أنت عم تعمل عملية غسل، يعني سبحان الله. فلزام الاستغفار، لزوم الاستغفار حتى يقضى الأمر، مو تعمل الاستغفار كأنك أنت عم تجرب أنه لشوف الآية صح، هي استغفر الآية تبع قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزق قوم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا، يا ترى هي صح ولا لا؟ رح اجرب. لا تعمل كتجربه، اعملها كيقين انه الله عز وجل انت متيقن انه امرك حيحل سواء بايه او لا.
مو شرط يعني تكون أنت عم تعملها وأنه يعني بالأخير عم تمسك الاستغفار مثلا وبالأخير تكون ببالك مختار أنه الله حيختار لي هيك. لا، الله حيفرجها. ما مرة عملت هذا الشيء إلا ربنا سبحان الله جاب لي الحل من حيث لا أحتسب، من مكان ما أكون متوقعته، وبطريقة تبهرني، بطريقة أعجز عن شكره والله. كمان مفتاح تاني، ما مرة أصابني هم وغم شديد يعني أقض مضجعي أو ما خلاني أعرف نام من الهم اللي ما عم بقدر أطرده من بالي إلا مسكت لا إله إلا الله من قلب قلبي. ولد الصدق يا ناس، الصدق إنه تقوله من قلب قلبك، تقوله وإنت مستشعر بلا إله إلا الله. مرة صارت معي قصة تعرضت فيها لظلم شديد 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 شديد، وأم أنا ضاقت فيني الدنيا، ما عاد قدرت أتحمل هذا الظلم، ما عرفت نام الليل، ما عرفت أني أطرد هذا الأمر مشان شو، أني أتذكر إيجابياته مثل ما عم قلكم قبل شوي. ما قدرت، أحيانا الواحد ما بيقدر من كتر الظلم، مظلومة قديش بتكون قوية وشديدة، خصوصي إذا هو يعني اتخذ كل الأسباب وبالأخير ظل مظلوم. سبحان الله، بصدق لجأت إلى الله عز وجل، يا رب يا رب ما عاد أقدر أتحمل، وانت قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا رب ما عاد أقدر أتحمل هذا الوجع اللي جواتي، وجع القلب، هالخذلان اللي حاسة فيه، هالخيبة اللي حاسة فيها، يا رب شو أعطيني هيك دواء بس إنه أطلع من الحالة اللي أنا فيها وأنا راضية بقضائك يا رب، بس أنا بشر مالي قدراني أتحمل. والله مثل ما عم قلكم حسيت بالأخير كأنه خاطر إجاني وقال لي قولي لا إله إلا الله. هيك فكرة أجت براسي إنه قولي لا إله إلا الله، قلتها بقلبي. كان الشيطان بيعرف إنه هي هي الحل، فشو بده يعمل معركة إنه ما توصل لمبتغاك وما توصل للطمأنينة والارتياح، بيقوم وزاد الوجع علي أكتر وأكتر. قلت يا رب زاد الوجع أكتر وأكتر، شو أعمل؟ كأنه جتني ردة الفكرة مرة تانية، خاطر وقع بقلبي إنه قوليها بصوتي تسمعي فيه أدانك لحتى تطردي كل الخواطر اللي بتذكرك بمظلومتك. قام قلت لا إله إلا الله، فردت القصص هجمت علي أكثر، والمظلومة اللي أنا واجعتني هجمت علي أكثر وأكثر. فقلت آخ يا ربي والله موجوعة أكثر وأكثر، فكأنه وقع بقلبي إنه قولي بصوت عالي حتى ما تسمعي إلا لا إله إلا الله، وحتى واستشعري إنه الله أكبر من همك وحزنك وفرحك وحزنك، والله أكبر من كل شيء أنت أكبر من اللي ظالمك، استشعري. صرت أقول بصوت عالي وأنا بالغرفة لا إله إلا الله، وأنا عم استشعر إنه الله أكبر من همي وحزني وزعلي واللي ظالمني أو اللي ظالمتني، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلا ما حسيت ثواني معدودة كأنه في مي سكينة سكبت على قلبي، والله كان قلبي عم يغلي غلي من القهر، عم يغلي عم يغلي. أكيد أنتوا بتعرفوا هذا الشعور لما تكون حدا هيك ظالمكم كتير وأنتوا مو قدرانين تاخذوا حقكم أو تفشوا قلبكم مثل ما بيقولوا. يعني سبحان الله، هو يشفي صدور قوم مؤمنين. سبحان الله، كأنه في ماء، هو ماء السكينة. عم بوصف لكم شو حسيت، كأنه كان قلبي عم يغلي يغلي يغلي، وكأنه في شيء اسمه ماء السكينة انسكبت على قلبي فطفت هالنار، وحسيت براحة وشي بارد على قلبي. تنفست الصعداء وقلت الحمد لله، من يوم هذا المفتاح أنا بستخدمه وبهديكم إياه. والسر، كتير ناس بتقول لنا لا إله إلا الله 100,000 مرة وما تغير الهم، السر إنك تكون صادق مع الله عز وجل، إنك توقف قدام الله عز وجل بلا حول ولا قوة، وإنك تبرأت من قوتك إلى قوته، إلى قوة الله عز وجل، وإنك يا رب وقفت هيك على أعتابك، تستشعر إنك يا ربي واقف على أعتابك، ما لي غيرك بهالدنيا، ما لي حدا غيرك بهالدنيا، وانت أكبر من همي وحزني واللي ظلمني. استشعروا بهالمعنى بهالصدق وقلوها لحتى نحل أموركم. كتير عبادات، ليش كان زمان الصحابة يستجاب لهم ونحن هلأ بندعي كتير ولا يستجاب لنا؟ كانوا صادقين، كانوا عندهم يقين. لا يعني كان، يعني تخيلوا شو بدي لكم، مثلا نحن هلا ايماننا كانه شو بدي لكم، بلاستيكه خشب، يعني دغري بينكسر، ايماننا ضعيف بالنسبه لايمان الصحابه اللي كان من حديد ما بيسمه شيء. السر
بالصدق، كن صادق مع الله عز وجل وصادق مع نفسك ثم الآخرين. الأساس الله عز وجل ثم نفسك ثم الآخرين. فدائما فكروا بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني التقوى هي يعني تخيلوا أنه شوفوا هالتشبيه البليغ سبحان الله. فإن خير الزاد التقوى، يعني شو معنى رائع رائع جدا. دائما التقوى بكل شيء بحياتكم، تقوا الله حتى أنتوا بينكم بين نفسكم، حتى مع اللي ظلمكم، حتى مع اللي ما بتحبوه، حتى اللي ما بتكرهوه. دائما تكون التقوى هيك طريقكم، تقوا الله عز وجل وكونوا صادقين معه بكل شيء، بيرزقكم سعادة وجنة جواتكم. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف فجر الله ينابيع الحكمة في قلبه، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هي جنة الحياة وجنة الدنيا، كل شيء بهالدنيا لزوال مثل ما قلت لكم، والثابت بالدنيا انه كل شيء فيها متغير. الناس اللي منحبهم حيجي يوم ونفارقهم، حتى الناس اللي منزعلهم او منزعل منهم حيجي يوم ونفارقهم، بظروف، بموت، بسفر، بهجرة. فدائما دائما لا تناموا الا انتو راضين الخصوم، ما تناموا الا وانتو مصفين اموركم ومحاسبين حالكم وتحصلوا على السلام، السلام الداخلي اللي جواتكم. مثل ما قلت لكم نحن ديننا السلام، منقول السلام عليكم، منصلي منخلص الصلاة نطلع منا منقول السلام عليكم ورحمة الله. ربنا اسمه السلام، الجنة السلام، تحيتهم فيها سلامة. كلمة السلام موجودة كتير بالقرآن الكريم، والسلام انك تكون مثل ما قلت لكم من جوا، يا رب يا رب تكون كلماتي هي بردت قلب كل مظلوم، او غيرت نظرتكم بالحياة وخلتكم تشوفوا الحياة من منظور تاني. جنة الدنيا انك تخلي قلبك ما في غل من حدا، خلينا ننام بهاي النفس، ما في بقلبنا غل على احد، ونقول يا رب سامحنا الجميع والهم الجميع يسامحونا. ولا تخافوا مثل ما عم قلكم، ما بيضيع شيء عند ربنا أبدا أبدا أبدا. يا رب يكون فدتكم وريحت قلوبكم الحلوة، كلياتنا فينا خير وكلياتنا بقلوبنا فيها خير. ما في إنسان بهالدنيا شرير 100% أو في خير 100%، بس النفوس هي مجبولة على فعل الخير، مجبولة على أنه تعمل الخير، مجبولة على الخير أصلا. لهيك أنا عم أقول قلوبكم الحلوة، دائما نحسن الظن بالآخرين، نحسن الظن بكل الناس اللي منشوفهم حوالينا. يا رب كون فدتكم وأسعدت قلوب أو أدخلت شوي من السرور والسعادة إلى قلبكم، وغيرت نظرتكم من شيء إيجابي من شيء سلبي لشيء إيجابي. ودعواتكم بظهر الغيب، والله يجبر بخواطركم كلكم يا رب، ويعطيكم من خيري الدنيا والآخرة، ويرزقنا جميعا راحة البال والطمأنينة، وأنه يجعل ختام هالدنيا علينا على خير يا رب، ويوفقنا هيك لفعل الخير يا رب، ويبارك لنا بعمرنا يا رب، كلياتنا أجمعين يا رب، وكل من سمع كلامي يا رب يا رب يا رب يعطيه هدية من عنده، ويبشره ببشارة حلوة تفرح قلبه وخاطره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. يا ريت إذا عجبكم هذا الكلام أو إذا في أي تعليق حابين تحكوا فيه، أنا بفرح كتير لما بقرأ كومنتاتكم. وشكرا لكم على تشجيعكم وكلامكم الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.